السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر الاستضافة ديال جريدة ويسلان نيوز على هذه الاستضافة الكريمة. تحياتي وتحية لها من عند طارق عبد الكريم. اليوم بالصدفة تواجدنا معك هنا في الاستوديو، لقيناك كتصور أغنية من الأغاني ديالك. ممكن تتكلم لنا على الجديد ديالك وتتكلم لنا على فوقاش بديت المسيرة الفنية ديالك؟ نعم اختي، بالنسبة للجديد درنا أغنية وطنية اللي كان مدحو فيها، يعني كانت تتكلم على المغرب ديالنا وعلى ولاد المغرب ديالنا وعلى ملكنا وعلى شعبنا. وكاين أغنية أخرى اللي هي على كورونا، ولكن هذه الأغنية ديال كورونا يعني ماشي، يعني الكلمات فيها زوينة وكلمات معبرة، ماشي داك الشيء ديال اللي كيسمعوا يعني على كورونا. هذا في واحد الشكل جديد وواحد النمط جديد. وكاينة أغنية أخرى اللي هي معروفة تقريبا شبيهة للرقادة، ولكن هي ماشي رقادة. هادو 3 أغاني. وعاوتاني آخر أغنية اللي درت الكليب ديالها يعني حاليا في استوديو حميد ماستر، انت تحية بعد عليه واحد تحية كبيرة خالصة من القلب، لأن السي حميد دائما كيشجعنا وكيناضل معنا في هذا المجال الفني. لأن علاش سمح لنا وعطانا استوديو ديالو اللي هو راه في إنجاز جديد وفي شكل جديد ونمط جديد. نتمنى له إن شاء الله النجاح والتوفيق، لأن علاش كيعاون كاع الفئات الفنية وكيتعامل معاهم وهو راه غني عن التعبير. ممكن تقول لنا فوقاش بديت المسيرة الفنية ديالك؟ المسيرة الفنية دائما كما كنقول، حتى قلت حتى في إذاعة وجدة الجهوية، بدأت من السبعينات. وكما كنا بالقصبة والقلال، ومن اللي بقينا بالقصبة والقلال واحد المدة، دخل عاود واحد النمط جديد اللي هو جيل الغيوان وجيل جلالة. فهذاك الوقت ولينا نمشيو مع جيل جلالة وجيل الغيوان، وكاينين دراري من بوعرفة حاليا اللي دربتهم مساكين تما، وكاينين اللي تدربوا روسهم وعطاو شيء الكثير. ومن تما بقينا مع هاد كنواكبوا العصور، لان علاش الفن ما محددش، الفن دائما دائما زايد، الفن دائما هو كيتمشى للقدام وكيولي في شكل جديد. بغيت نسولك، ما رأيك في الموسيقى اللي هي حالية للشباب اللي كيتعاطوا لها، من موسيقى ديال الراي والواي واي والريبيتون، ربما سمع بالريبيتون، هذه الموسيقى اللي خرجت مؤخرا واللي دارت ضجة، بغيت نعرف شو هو الرأي ديالك في الشباب تاعنا بالنسبة للأغاني والأغاني اللي كانت قديمة. خوتي دابا اللي غادي تسمحوا لي نقول لكم واحد الكلمة، وكلمة يعني خارجة من صميم القلب، وهو كل شباب كيواكب العصر ديالو. دابا حنا واخا يعني كبرنا في هذا المجال الفني، كنشوفوا بان اي شباب شاف شي في مجال ديال الفن وجديد الا وكيمشي معاه بحال الريح، لان علاش هذاك هو الوقت ديالهم، وربما هذاك هو العصر ديالهم، ضروري خصهم يسمعوا لهذاك النمط الفني ديالهم. رغم اننا حنا مازال كنسمعوا لنمط فني قديم. وتحية لكل واحد، ولهم حرية التعبير وحرية الرأي. حاليا انت متواجد بمدينة وجدة، وانت فنان من مدينة بوعرفة، يعني ما لقيتش مشاكل في بوعرفة انكم كتكونوا اختي واش غادي نقول لك؟ انا اولا الموسيقى كونت راسي براسي، ما كونيش شي حد، وانا كونت بعض الموسيقيين في بوعرفة، وكونت بعض الفرق من لهم الناس اللي راهم في الخارج دابا حاليا كيزولوا الموسيقى في الخارج. وكاينين بعض الناس اللي هما كيكونوا لنفرض دائما كيتمشاو مع الفن، رغم انك انت دربتهم ما يبغيوش يعترفوا بيك، ولكن ماشي مشكل عادي، لان علاش احنا ما كنستناوش رد الجميل. اخر كلمة، اخر كلمة، كنحيي جريدة ويسلان نيوز الصحفية ديالنا اللي هي احسان، كنحيوها وكنحيو المدير المشرف على هذه الجريدة حتى هو. تحية كبيرة ومعبرة من القلب، كنحيوكم وكنقول لكم دائما الله يعاونكم، وتحية طيبة خالصة من القلب، وشكرا من عند طارق عبد الكريم، إعلامي وفنان بمدينة بوعرفة إقليم فيجيك.